روبن هود روبن هود يمشي سعيدا في الغابات حوله الأصدقاء. روبن هود روبن هود يمضي في عزم وثبات عيناه دوما للسماء. خلف الأعداء والأشرار يمضي في الغابة ليل نهار. هو للأصحاب خير صديق بالحب ينور كل طريق. يا روبن هود والقوس بين يديه لا يأبه للأخطار مثل النار. يصوب سهما هو كالأبطال في الأدغال. روبن هود روبن هود روبن هود يمشي سعيدا في الغابات حوله الأصدقاء. عندما نتعلق بشيء ما يسكن هذا الشيء أحلامنا وننظر خلفنا فنجده حلما قديما يداعب فينا ذكرياتنا. ولكن قد يأتي يوم يضيع فيه هذا الحلم لسبب أو آخر. عندئذ علينا أن ننظر نحو الأفق البعيد لنستلهم منه الأمل من جديد. سأبحث عن مزيد من الحطب اللازم لطهي الطعام. يلزمنا الكثير منه لإنضاج عشاء هذه الليلة. ما الذي يجري الآن؟ شكرا لك. سأضع هذه الريشة هنا تذكارا. أيتها الشجرة لا تحزني، لن تكون الأشجار في النهاية إلا فحما. أعذر منك، لم أكن أنو التجسس. أنا اسمي أريكا، ما اسمك أنت؟ أنا روبن. اسم جميل. لماذا غرست تلك الريشة؟ هل رأيتني؟ حسنا، سأخبرك بالأمر. اعتدت الجلوس قرب هذه الشجرة منذ الصغر. إنها تعني لي كل ذكريات الطفولة، ولكن أبي وعمال الفحم الآخرين لن يبقوا على شجرة واحدة في هذه الغابة بحجة صنع الفحم. إن هذه الشجرة معمرة، ولذلك قرروا قطعها لأنها لا تعني لهم إلا حزمة من حطب يابس. حطب يابس؟ لم يهتموا لجمالها وضخامة حجمها، ولم يقدروا تعلقي بها، لأن همهم الأول والأخير هو الربح المادي الذي سيجنونه. ثم تتحول إلى فحم ويبيعونه. لقد فهمت الآن. لقد غرست تلك الريشة فيها تذكارا. هل تحبها مثلي؟ إذن بإمكانك المحافظة عليها أيضا. أوه.
يا لها من فتاة غريبة. إن هذه الشجرة تعني لها الكثير. يبدو أن السماء ستمطر. نعم، إن الضباب ينذر بذلك. لقد بدأ الضباب يظهر بكثافة. فعلا إنه يقترب منا. ما أجمل الضباب! أنا لم أعتد على رؤيته من قبل. أمر غريب، لقد ظهر الضباب فجأة. فعلا، أخشى أن تضل جولي وديال الطريق إلينا لكثافة الضباب. انظر هناك. إنه روبن، لماذا لم يلتفت إلينا؟ روبن، تعال يا روبن. اختفى روبن. خديته في الضباب. روبن، روبن، روبن. لقد شاهدت روبن يمر من هنا قبل قليل كطيف، ولكنني لم ألحظ ذلك يا ديالا. لقد شاهدته عندما كان مر من هنا، ولكنه لم يشعر بوجودنا، أنا متأكدة من ذلك. ديالا! تعرفني؟ أوه، ومن هذا الرجل؟ أنا سميث، والد أريكا، أعمل فحاماً، ولكن ابنتي أريكا تكره هذه المهنة. لقد أخبرتني أريكا بذلك عندما التقيت بها أول مرة. نعم، ولقد حدثته عن تلك الشجرة الضخمة. إن تلك الشجرة هي بمثابة الصديق الوفي لها. هل ستقطعونها حقاً؟ قد نؤجل ذلك العمل. لقد أقنعت أبي بتأجيل قطعها. وكيف توصلت إلى إقناع والدك بذلك؟ قلت له إن تعلقي بهذه الشجرة وتعلقه بعمله أمران متشابهان، فاقتنع. ولكن هل ستمضي هذه الليلة معنا؟ لقد تأخرت. شكرا لك يا سيدي، لا أستطيع ذلك، إن أصدقائي سيقلقون علي. اطمئن، لقد أتوا. انظر. بحثنا عنك طويلا. روبن، وأخيرا عثرنا عليك. بحثنا عنك في كل مكان. هل أنت على ما يرام يا روبن؟ ولماذا تسألين؟ لم يعد لديك أي عذر. بإمكانكم جميعا البقاء معنا الآن، وهذه فرصة لكم للاطلاع على طريقتنا في صنع الفحم. أجل، ولكننا لا نستطيع العودة. رائع، سوف أرى طريقة صنع الفحم. إنها المرة الأولى في حياتي التي أرى فيها فحاما وهو يعمل. والآن سأبدأ العمل. علينا الآن إغلاق الفرن. ألا تنطفئ النار إذا ما أغلقت فوهة الفرن يا سيدي؟ إغلاق الفوهة سيمنع الهواء عن النار ولن تشتعل. اطمئنوا، فقد صمم هذا الفرن لصناعة الفحم، وقد جهز بمنافذ لدخول الهواء. وإذا ما ترك مفتوحاً سيكون الناتج رماداً بدلاً من الفحم. حقاً؟ من يستمع إلى كلام أريكا الآن يعتقد بأنها صانعة فحم ماهرة، ولكنها لا تحب هذه المهنة. ربما اكتسبت هذه المهارة كي تساعد والدها في بعض الأحيان. ما بك يا روبن؟ تعال وساعدنا أيها الكسول. الجميع يعملون بجد بينما أنت جالس. صحيح. روبن، أرجو أن تبقى عند وعدك لي في المحافظة على تلك الشجرة يا روبن. Thank you.
تحب أريكة تلك الشجرة حقا؟ بدأت أشك في ذلك بعد أن رأيت مهارتها في صنع الفحم. هل تحبها مثلي؟ هذا المكان في مثل هذا الوقت يا روبن. أنت الوحيد الذي تعرف مدى تعلقي بهذه الشجرة، ولذلك أرجو أن نتساعد على زرع نباتات جميلة كي تزداد تألقا. هل تعدني بذلك يا روبن؟ أجل. إذن علينا أن نختار نباتات جميلة تناسب هذه البقعة من الغابة، وعليك أن تبر بوعدك وإلا غضبت منك. سأبذل جهدي لأحقق ذلك. يجب أن أسرع في ذلك، وإلا قطعوا تلك الشجرة من جذورها وحولوها إلى فحم. اطمئني يا أريكا، سنحافظ عليها معا. علينا إنجاز هذه المهمة قبل أن تنتهي عملية احتراق الخشب في الفرن وتحوله إلى فحم، وإلا لن ينفع الندم بعد ذلك. ولماذا؟ لقد وعدني أبي بالمحافظة عليها يا روبن ما دام الفحم متوفرا في الفرن، ولكن ما أن يشعر بنفاذ الخشب حتى يعود إليها ليقطعها. لذا علينا أن نتعاون سوية، وإلا فقدنا هذه الشجرة إلى الأبد. عندئذ ستنهار ذكرياتي عند أول ضربة فأس، وسأفقد ذلك الحنان الذي يشدني إليها. يا للمسكينة. اسمع يا روبن، أرجو منك أن تقف إلى جانبي بكل قوة، وإلا أصبحت تلك الشجرة مجرد حلم قديم. لا تنسى وعدك لي يا روبن، أعرف أن هذه الشجرة قد لا تعني لك شيئا، ولكنك الإنسان الوحيد الذي بحت له بسر التعلق بها. أرجو ألا تخبر أحدا مما تحدثنا به. اطمئني. إلى اللقاء. أريكا. ترى أين ذهب روبن في مثل هذا الوقت؟ لا أدري، ولكنني واثق من أنه سيعود إلينا بعد قليل. اسمع يا روبن، أرجو منك أن تقف إلى جانبي بكل قوة، وإلا أصبحت تلك الشجرة مجرد حلم قديم. سأقف إلى جانبك يا أريكا، وسأنقذ حلمك من الضياع. كيف سأعثر على تلك النباتات المزهرة؟ لقد وعدت أريكا بذلك، وعلي أن أفي بوعدي لها. علينا إنجاز هذه المهمة قبل أن تنتهي عملية احتراق الخشب في الفرن وتحوله إلى فحم. سأوقف عملية قطع تلك الشجرة بأي شكل كان. احذري تساقط الجمر. إنني متعب. حاول أن تتماسك قليلا يا روبن. سأحاول ذلك. هل تعاني من شيء ما؟ بإمكاني تقديم المساعدة إذا ما أردت ذلك. هل تعيش هذه الأفعى معك منذ زمن طويل يا سيدي؟ أجل، لقد روضتها فأصبحت أليفة. ولكن الأفاعي لا تروض. إن نوعها خاص، ولقد اعتادت الحياة مع البشر. إن عمرها قد يزيد عن 20 سنة. لقد جلبتها من بلاد الهند عندما كنت في زيارة لأحد أصدقائي هناك. في تلك البلاد البعيدة رأيت ما هو أعجب من العجب، فالرجال هناك يعزفون للأفاعي على مزامرهم فتتمايل طربا على أنغام الموسيقى، ولقد دهشت عندما رأيت ذلك لأول مرة. لم أكن أعرف. أرجوك أكمل يا سيدي. عندما أحضرت هذه الأفعى معي كانت ابنتي أريكا لم تولد بعد، ولما أصبحت في مثل عمر جولي كانت تطلب مني إبعادها عن البيت، فقد كانت تخاف منها. إنها على حق، لكننا نعيش في هذه الغابة
لأن طبيعة عملي تفرض ذلك، فالأخشاب لا توجد بكثرة إلا في الغابة. إن هذه الحياة القاسية تفرض علينا التكيف مع المحيط الذي نعيش فيه، ولقد أردت أن تعتاد أريكا على رؤية مثل هذه الكائنات لأنها ستصادف الكثير منها ضمن هذه الأدغال، ولكن أريكا رفضت بقاء هذه الأفعى معنا مع أنني أدرك تماماً أنها لن تؤذيها. ومنذ ذلك الحين وهي تلح علي بمغادرة الغابة، إلا أنني كنت أشرح لها ظروفنا معللاً ارتباط مهنتي كفحام بهذه البيئة التي توفر لعمل المواد الأولية، وهكذا إلى أن كرهت مهنتي. ولكن في الحقيقة بإمكاني التخلص منها لولا أنها صديقتي. تكلمت بما فيه الكفاية، سأخذ قسطاً من الراحة. ولكن ماذا عن الفحم الذي في الفرن؟ لا بأس، فعملية تحضير الفحم ستنتهي عند الفجر. الفجر قريب، يجب أن أسرع. إلى اللقاء روبي، يجب أن ترتاح قليلاً فأنت ما زلت متعباً. ما الذي أصاب روبي؟ ترى إلى أين يذهب؟ علي أن أفي بوعدي. روبن، ليديا، قل لي ما الذي يشغل تفكيرك؟ لقد اعتدت ألا أخفي عنك شيئا، ولكن اعذريني هذه المرة لأنني قطعت عهدا على نفسي بأن أحفظ هذا السر الذي يشغلني الآن. ولكن يا روبن، أليست أريكا فتاة مسكينة؟ يبدو عليها الحزن دائما، أشعر وكأنها تعاني من مشكلة تؤرق حياتها. وكيف شعرت بذلك؟ هذه الفتاة تعاني من أزمة حادة، إنها تفقد الأمل. فتاة جميلة، كأنها وردة بنفسجية. فعلا جميلة. هل قلت وردة؟ علينا أن نختار نباتات جميلة تناسب هذه البقعة من الغابة. أرجو أن نتساعد على زرع هذه النباتات كي تزداد تألقا. رائع، وجدت الحل. شكرا لك يا ليديا، شكرا. روبن. حسنا، إلى اللقاء يا ليديا. أخبرني، هل عثرت على النبتة المناسبة؟ لا. ماذا تقول؟ ولكنها موجودة في كل مكان، اطمئني. إن وعدك لي هو أن تحضر النبتة المناسبة كي نغرسها إلى جانب تلك الشجرة لتزداد جمالاً. أرجو أن تهدئي ولا داعي للتسرع، إن تلك الشجرة قد فقدت نضارتها وخضرتها بفعل الزمن. عليك أن تبحثي عن شجرة أخرى، ما زالت الحياة تنبض في عروقها بشكل طبيعي. روبن. روبن، لن أنسى هذا الكلام، فالحياة ستستمر حتى من دون تلك الشجرة؟ أجل، علينا ألا نفقد الأمل كي لا نفقد الحياة. إذن ربما إنه الأمل الذي يعطي للحياة أشكالاً جديدة وألواناً جديدة، ففي كل يوم تولد كائنات لطيفة وأزهار جميلة تمدنا بالأمل. ومنذ اليوم لن أقف عند حدود حلم قديم، بل سأبحث عن حلم جديد أتابع فيه مشوار الحياة مزداناً بفرح الأيام القادمة. أجل، ولكن إذا ما زلت مصرة على اختيار شجرة مناسبة فأنا مستعد لذلك. ما هي؟ وردة مثل أريكا. شكرا لك، لن أنسى لطفك معي.
أتمنى لك حياة سعيدة بصحبة أصدقائك يا روبن. ولكن كنت أود معرفة لون تلك الوردة التي شبهتني بها. وداعا وداعا يا روبن. أين ذهبت؟ روبن هيا استيقظ. أين أنا الآن؟ لقد نمت في العراء دون أن تشعر بذلك. روبن ألم تصب بالبرد؟ ترى أين أريكا ووالدها الآن؟ ذهب منذ الفجر كي يبحثا عن مزيد من الحطب اللازم لصنع الفحم. وقبل أن يغادرا تركا لنا الكثير من الفحم. صحيح. أظن أنك رأيت أحلاما جميلة في أثناء نومك تحت ظل هذه الشجرة الرائعة. لقد نمت عليها ورود جميلة. سعيدا في الغابات حوله الأصدقاء. روبن هود روبن هود يمضي في عزم وثبات، عيناه دوما للسماء. خلف الأعداء والأشرار يمضي في الغابة ليل نهار، هو للأصحاب خير صديق، الحب ينور كل طريق. يا روبن هود والقوس بين يديه، لا يأبه للأخطار مثل النار، يصوب سهما هو كالأبطال في الأدغال. روبن هود روبن هود روبن هود يمشي سعيدا في الغابات حوله الأصدقاء.